السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. ومساك الله بالخير يا جاسر. مساك الله بالنور والسرور يا سلطان. حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا اليوم، مواضيع متنوعة وضيوف متميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة. نعم جاسر، وفي البداية تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دورة الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي 53 لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. نعم، وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، تناول فيه سياسات دولة قطر محليا وأولوياتها المستقبلية في مختلف القطاعات، إضافة إلى مواقف الدولة من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. نتابع في هذا التقرير. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي 53 لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأميرة، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو الأمير المفدى بهذه المناسبة خطاباً تناول فيه عدة موضوعات داخلية وخارجية، منها سياسات الدولة المالية والاقتصادية والتنموية، ملامح سياسة دولة قطر ومواقفها الثابتة تجاه عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية والدولية، خاصة في قطاع غزة ولبنان، والعلاقات مع الأشقاء في الخليج واهتمام الدولة بدفع مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون، ومشروع التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بوحدة الشعب والمواطن المتساوية في الحقوق والواجبات. ويأتي الفصل التشريعي الجديد لمجلس الشورى فيما تواصل دولة قطر بتوجيهات من القيادة الحكيمة مسيرتها التنموية المباركة وخططها الاستراتيجية للاستثمار في الإنسانة وترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون للنهوض بالبلاد، بما يرسخ مكانتها المتميزة إقليميا وعالميا ويعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة. وللحديث عن دلالات ومضامين كلمة سموه اليوم، يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق. يا هلا ومرحبا فيكم، مساك الله بالخير. مساء النور السرور، مسي عليكم وعلى كل الأخوة المشاهدين، على أهل قطر جميعا في هذه المناسبة العزيزة. يا مرحبا والله، مسي الأستاذ جابر. طبعا خطاب سمو الأمير صباح اليوم كان استثنائيا بمضامينه وشموليته، وطبعا بدأ بالشأن الاقتصادي وأكد نمو الاقتصاد المحلي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي بدعم من مبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. حدثنا عن تطور هذا النمو للاقتصاد القطري أستاذ جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم خطاب سمو الأمير يشكل مرحلة هامة في تاريخ هذا الوطن. نعم. وخطاب شمل كل القطاعات وتوجيهات كانت واضحة. ربما هو بدأ سمو الأمير بالقطاع الاقتصادي لأنه يشكل القاطرة الحقيقية لتنمية المجتمع، العصب الرئيسي في بناء الدولة وبناء المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وهي واحدة من الأولويات التي
يحرص عليها سمو الأمير في كل خطاباته، خاصة الخطابات أمام مجلس الشورى، أن يولي المواطن والمؤسسات أهمية كبرى في التوجيه، في طرح المبادرات، في تقييم هذه المسيرة في كل القطاعات. هذه البداية التي استهل بها سمو الأمير اليوم خطابه بالحديث عن الاقتصاد وعن النمو الذي حققه، رغم بالمناسبة التداعيات التي عصفت بالعالم كله. يعني احنا نعرف أن خلال السنوات الأخيرة، الأربع خمس سنوات الأخيرة، دخل العالم في موضوع جائحة كورونا، وكانت أزمة عالمية طاحنة، ولله الحمد أدارتها قطر بقيادتها بحكمة وروية، بحيث لم تؤثر على الجانب الاقتصادي، وفي نفس الوقت لم ترهن الجانب الصحي أيضا، ولم تهمل الجانب الصحي، فكانت إدارة متوازنة، واستطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة وهذه الجائحة، وأن تتخطى هذا الوباء العالمي بأقل تكلفة ممكنة، بل أنها ساعدت العالم. يعني نعرف أن أكثر من 100 دولة قطر قدمت لها المساعدات، ثم جاءت بعد ذلك الحرب الأوكرانية الروسية، وتلا ذلك طبعا اليوم ما يحدث في لأهلنا في غزة من عدوان صارخ وحرب إبادة وانعكاساتها على الإقليم. رغم كل هذه التداعيات، إلا أن هناك نموا شهده القطاع الاقتصادي حتى بعد كأس العالم، والتي عادة للدول التي تستضيف مثل هذه الأحداث أنه يحدث نوع من الانكماش لاقتصادها، نوع من الركود الوقتي، لكننا بالرغم من ذلك شهدنا في العام الماضي نموا 1.2. صندوق النقد اليوم يتوقع أن في هذا العام 24 يصل إلى 2%، التوقعات في نهاية العام القادم والأعوام التالية أن يصل إلى 4%، وهي كلها مؤشرات إيجابية وتشير إلى أن هناك إدارة سليمة للموارد البشرية، هناك إدارة حكيمة للسياسات المالية، هناك توظيف مميز وممتاز للإيرادات وللفوائض المالية، كيف يمكن توجيهها للجهات والقطاعات المميزة. حتى بالمناسبة المؤشرات التنافسية على مستوى العالم، قطر اليوم تتصدر العديد منها، سواء كان في الأمن السبراني، سواء كان في بيئة العمل، سواء كان على الجانب التكنولوجي، سواء كان في التعليم، في الصحة، في كثير من القطاعات. اليوم قطر تتصدر هذه المؤشرات التنافسية، وبالتالي سمو الأمير عندما بدأ عن هذه أو عن القطاع الاقتصادي، لأنه يولي أهمية لهذا القطاع الذي يعول عليه على أن يكون هو القاطرة لنمو واستدامة فعلية لهذا المجتمع ولأيضا المواطنين. نعم أستاذ جابر، يعني سموه تطرق إلى انخفاض معدلات التضخم اللي كل العالم الحين عندهم معدلات تضخم بنسبة كبيرة، إحنا والله الحمد قدرنا بدعم الاقتصاد. سمو الأمير الله يحفظه الأسبوع الماضي بمكرمة أمرية تم إسقاط الديون للشركات التابعة والمسجلة في الضمان الوطني. يعني حدثنا عن دور هذه السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لتحقيق هذا الانخفاض. هذه السياسات المالية الرشيدة والواعية انعكست إيجابا كما أشرت إلى إسقاط القروض على الشركات التي كان لها يعني قروض في بنك التنمية. كان لها انعكاس إيجابي على قطاعات الاستثمار، على قطاعات العقار، على قطاعات التصنيع والهيدروكربونات وقضايا أو يعني قطاعات اقتصادية مهمة. اليوم ونحن في هذا اليوم نرى منتدى العقار، وهو واحد من أهم القطاعات المهمة، وبالمناسبة يشكل القطاع العقاري ثاني قطاع بعد الطاقة في استقطاب النمو. نعم. اليوم حجم الاستثمارات في هذا القطاع يتجاوز 82 مليار. لو لم تكن هناك سياسة حكيمة وتوظيف وتوجيه
صحيح للموارد البشرية والسياسة المالية واستثمار هذه العوائد المالية، خاصة في ظل اليوم هذه الأزمات وفي ظل تذبذب ارتفاع أسعار النفط، كيف يمكن أن تتحكم بهذه المعادلة؟ هذه السياسة هي التي أدت إلى تخفيض التضخم في البلد، هذه السياسة الحكيمة هي التي أدت إلى تراجع أيضا بالمناسبة أو التزامات الدولة حيال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية. كل هذه هذا الرشد وهذا التوجيه الصحيح انعكس إيجابا حتى بالمناسبة على المواطن. اليوم لم نشهد رغم كل هذه التداعيات والأزمات التي تمر بها المنطقة، لم نشهد أن المواطن قد تأثر بالخدمات أو بجودة هذه الخدمات أو بنوعيتها، لم نشاهد أن المواطن انعكس عليه سلبا كل هذه التداعيات. إذن هناك إدارة حكيمة صحيحة استطاعت أن تتجاوز كل هذا. ولله الحمد، يعني إحنا جودة الحياة صارت أفضل عندنا من خلال هذه الفترة وخلال امتداد يعني العمل الجبار والكبير من الدولة ومن الشركات الخاصة. أيضا هناك المدن الحديثة تم بنائها، هناك الشوارع الرياضية، المسارات الرياضية، الملاعب، بنية تحتية متكاملة، ريل، مدن جديدة، مدن ذكية، مدن سياحية. يعني احنا استقطبنا الكثير والكثير في ظل الظروف هذه الصعبة على كل العالم، الا احنا تطورت يعني قطر بشكل كبير جدا 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 خلال هذه الفترة، وخصوصا في الفترة التي تسبق جائحة كورونا، وايضا بعدها بعد كورونا كانت اول بطولة عالمية اللي هي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، الا ان احنا ابهرناهم وان دفة العمل لم تقف في 2019 و2020 وتم استمرار العمل. لاحظنا البنية التحتية تم إكمالها وتسليمها في الوقت المحدد قبل بطولة كأس العالم. ماذا يعني هذا والتزام قطر للعالم؟ اليوم في ظل هذه البنية التحتية النوعية التي تتفوق على نظيراتها في كثير من الدول، كيف يمكن لنا أن نستثمر وأن نوظف هذه الإمكانات في استقطاب استثمارات، في استقطاب حتى القطاع الرياضي، البطولات؟ اليوم أصبحت قطر محل ثقة العالم، ليس فقط في 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 الجانب الرياضي. نعم. التي اليوم قبل أيام سمعنا الفيفا أسند إلى دولة قطر بطولات جديدة، لأن اليوم البنية التحتية، الملاعب، جاهزية التنظيم والإدارة، وهي بالمناسبة جانب مهم. اليوم ليس فقط أنك تمتلك هذه الإمكانات، لكن ما هو أفضل وما هو أكثر قدرة، كيف تدير هذه الأحداث، كيف تتفوق في 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 تنظيم أحداث على هذه المستوى. اليوم الكفاءات القطرية أصبحت يستعان بها في أحداث دولية. رأينا الأخوة في وزارة الداخلية عندما تم الاستعانة بالكفاءات القطرية في أولمبياد باريس، عندما رأينا الكفاءات القطرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في التنظيم وفي الإدارة. هذا دليل على أن قطر أصبحت لم تكتفي بتنظيم جيد في حدودها الجغرافية، بل اليوم تقدم هذه الخبرات وهذا الرصيد الإيجابي إلى مختلف دول العالم. لذلك اليوم واحدة من الأشياء المهمة التي أعتقد ليس فقط مسؤولية الدولة باعتقاد، اليوم مسؤوليتنا نحن كأفراد ومسؤولياتنا القطاع الخاص والشركات، كيف يمكن أن ننقل هذه الصورة الإيجابية، هذه الإمكانات التي لدينا، هذه التشريعات المميزة والقوانين التي تسهل كل ما يمكن تسهيله إلى العالم. اليوم لدينا ونحن نتحدث كان هناك منتدى قطر الاستثماري، كانت هناك قوانين إنشاء في العام الماضي بمرسوم سمو الأمير هيئة التنظيم العقاري، هي واحدة من الهيئات التي سوف يكون لها أدوار مميزة خلال المرحلة المقبلة. اليوم لا ينبغي علينا أن ننتظر كل شيء من الدولة، يجب أيضا على القطاع الخاص، يجب على المؤسسات الخاصة، يجب علينا نحن كأفراد أن نلعب أدوارا إيجابية في تقديم هذا الوطن وهذه الإمكانات إلى العالم أجمع. نعم.
نعم استاذ جابر، طبعا تحدثنا على خلينا نقول السياسه الاقتصاديه والامور الداخليه، ولكن كذلك لابد من التطرق الى السياسه الخارجيه للدوله، كما اكد حضره صاحب السمو في خطابه على حرص الدوله على ثوابت اساسيه ومبادئ مستقره وكذلك تحقيق الاهداف والمصالح الوطنيه. خلينا نتحدث على الجانب السياسه الخارجيه. يمكن قطر واحده من الدول القلائل التي تمتلك رؤيه لعلاقاتها الخارجية، رؤية تتسم بالثبات، تتسم بالتوازن، تتسم بالاستقلالية بعيدا عن الأجندات الخاصة. اليوم ما يميز قطر أنها تصطحب حتى الأخلاقيات في سياساتها وفي علاقاتها الخارجية. لا يمكن أن تقوم بالتضحية بقيمها وبأخلاقياتها لمجرد أن لديها مصلحة معينة كدولة أو كحكومة مع بعض الأطراف. وهو ما أكسبها هذه الثقة. اليوم العالم ينظر إلى قطر، إذا ما حدثت أي أزمة فإن قطر هي التي تكون قبلة لإيجاد حل، لإيجاد وساطة ناجعة، لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات. ورأينا كيف استطاعت قطر أن تتصدى لأزمات كبرى عجزت عنها دول ربما تفوق قطر كمساحة وكعدد سكان، لكن بحكمة قطر هي التي كسبت العالم، وهي التي قدمت على أنها وسيط نزيه، على أنها تتمتع بعلاقات مع جميع الأطراف، على أنها تعمل من أجل مصلحة وأمن واستقرار سواء كان الإقليم أو على مستوى العالم. سياسة أخلاقية، علاقاتها اليوم مع دول الجوار في منظومتها الخليجية، تحرص قطر على هذه المنظومة التي تشكل أسرة واحدة اليوم داخل هذا الإقليم وفي منظومة مجلس التعاون الخليجي، حريصة على المصالح مجلس التعاون ومصالح شعوب مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون هناك تماسك، يكون هناك وحدة، لأننا في نهاية الأمر مصيرنا واحد وأهدافنا واحد، ولا يمكن اليوم الإضرار بأي دولة دون أن ينعكس ذلك هذا الضرر على الدول الخليجية الأخرى. لذلك قطر على الصعيد الخليجي حريصة جدا على هذا البناء، حريصة جدا على تماسك هذا البناء، حريصة جدا على منافع هذا الكيان، سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. في علاقاتها مع الأشقاء نرى قطر كيف أنها داعمة لأشقائها، ونحن نتحدث نرى جسورا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية تصل إلى دول وإلى أشقاء دون من ودون أذى ودون حتى الحديث عن هذه المساعدات. جسور مساعدات إلى أشقائنا في فلسطين، جسور مساعدات إلى أشقائنا في لبنان، جسور مساعدات إلى أشقائنا في السودان وغيرها من هذه المناطق التي نرى أنه واجب علينا بالمناسبة تجاه أشقائنا. نعم أستاذ جابر، يعني الأحداث في غزة ولبنان وكالعادة لا تغيب عن كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد في ظل المستجدات. يعني احنا شفنا أمس الإبادة اللي صارت على أخواننا في مستشفى الأقصى، المساعدات القطرية على قدم وساق، 113 طيارة، نتكلم عن رقم دون يعني طلب إلا أنها مبادرة قطرية نقوم بها نحن قطر ونتبرع فيها، وعسى الله يدفع عنا البلاء وعن هالقطر جميعا لمساعدة أخواننا وشقانا في لبنان، في فلسطين، في السودان. لو نتكلم عن هذا الجانب، والقضية الفلسطينية تمثل للقيادة القطرية أولوية دائما. تجد خطابات سمو الأمير تتصدر القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. ربما الخطاب الأخير الذي ألقاه سمو الأمير في الجمعية العامة الشهر الماضي كان واضحا في دفاعه وانتصاره للشعب الفلسطيني ولأهلنا في غزة، وإدانة العدوان الإسرائيلي في حربه وفي جرائمه التي يرتكبها بحق أهلنا في غزة وفي الضفة ومحاولة تهويد القدس وتوسيع الاستيطان، كلها محل إدانة واستنكار
كبيرين بالنسبة لدولة قطر. وليس هذا فقط، كما أشرت أن قطر لا تكتفي بهذه المواقف المساندة في المحافل الدولية لأشقائنا فلسطين، بل تقرن ذلك بمساعدات على الأرض إغاثية وطبية ومساعدات إنسانية. ورأينا أن كان أول مسؤول على مستوى عالٍ على مستوى العالم كانت سعادة السيدة لولو الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أول الداخلين إلى قطاع غزة رغم كل المخاطر. الجهد القطري في موضوع الهدنة التي تمكنت لمرتين أن تفرج عن عدد من أشقائنا في السجون الإسرائيلية وتفرج عن رهائن إسرائيليين في غزة، مع إدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة. هذه القضية ظلت دائما هي حقيقة أولوية بالنسبة لصانع القرار، حتى في موضوع لبنان والعدوان عليه من قبل إسرائيل رفضت قطر تماما هذه الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بحق أهلنا في لبنان، تضامن كامل مع أهلنا في 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 لبنان، وقامت بإمداده بجسر جوي من المساعدات للنازحين والإيواء والجوانب الطبية. وقبل ذلك بالمناسبة أيضا يعني مساعدات قطر لم تكن فقط وقت الحدث أو وقت الأزمة أو وقت الكارثة، إنما كانت دعم قطر متواصل لأشقائنا في لبنان ولمؤسساته المختلفة وربما لسنوات طوال حتى في موضوع الوساطة وفي موضوع وبالتالي هذه الرؤية القطرية هو نهج مترسخ، هو نهج دائم مع كل الأشقاء سواء كان وقت الأزمات أو عندما يكون هناك حاجة لدولة قطر فإنها تكون أول الواصلين وأول الداعمين وأول من يسعى إلى تقديم هذا الدعم بكل ما تستطيع من إمكانها. نعم أستاذ جابر، طبعا خلنا نتحدث عن ما أعلنه سموه وهو مشروع التعديلات الدستورية بناء على تحقيق الغايات التي أكد عليها سموه في هذا الجانب كما أشار في خطابه. خلينا يعني نطرح الأمر أن الشعوب الحية المجتمعات الحية دائما في حراك مستمر، دائما تراجع قوانينها دساتيرها حتى تواكب المرحلة. اليوم في بعض القوانين أو بعض التشريعات ربما تم إنتاجها في مرحلة ما، معطيات معينة تم إنتاجها وتم إعدادها وتم صياغتها في مرحلة، بعد ما يتم تجربتها قد يكون هناك تقييم وتكون هناك مراجعة. وما أشار إليه سمو الأمير ليس فقط في هذا الخطاب، لو نتذكر في 2021 أيضا عندما طرح هذا الأمر قال أننا نخوض تجربة. وبالتالي اليوم هذه التعديلات التي قال عنها سمو الأمير تغيير مدروس بطريقة جدا حتى في استخدام الكلمات، أن هذا التعديل تعديل وتغيير مدروس يواكب المرحلة، يتطلع يعني يواكب تطلعات المجتمع رغبة المجتمع. نحن بحاجة خاصة في 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 مجتمعنا أن نواكب هذه المعطيات الجديدة. هذه التعديلات هي جزء من هذه الرؤية، والتي لم تقتصر بالمناسبة سمو الأمير قال عن هذه التعديلات وتحدث عنها وأحالها إلى مجلس الوزراء لدراستها، وتمت الدراسة ورفعت لسموه والتي سوف تعرض الآن على مجلس الشورى. لم يقم سمو الأمير باعتمادها رغم أنه كان يمكن أن يتم اعتمادها مباشرة والعمل بها، لكن سمو الأمير فضل أن يحيلها للاستفتاء الشعبي، وهو أمر في غاية الأهمية. هذه الثقة بين سمو الأمير وبين أبناء شعبه رسالة واضحة جدا عن أن قطر كما قال سمو الأمير كل قطر أهل، كلنا في قطر كلنا أهل، في قطر هذه الكلمة أهل. للتاريخ. وهذا بالمناسبة هذا الموقف التاريخي يجسد هذه الروح وهذه المظلة التي تجمعنا، وأن هذه الوحدة الوطنية سر
قوتنا على مدى التاريخ. هذا النسيج الاجتماعي الذي نحن متناغم ومتجانس في حقيقة. لم تكن هذه المرة الأولى التي يشير إليها سمو الأمير الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية أشار إليها عدة مرات في العديد من المحافل. دعنا نتحدث على عن هذه النقطة، يعني بهذه الإصرار على الوحدة الوطنية. بهذه الوحدة الوطنية تكسرت كل التحديات التي ربما مرت على دولة قطر عبر التاريخ. هذا ما يميز أهل قطر وما يميز الحكم في قطر وشعب قطر، أن هناك وحدة تكاملية بين جميع الأطراف، لا يمكن القبول بالمساس فيها ولا يمكن القبول الطعن فيها على مر التاريخ. ليس فقط في قطر، ربما عصفت كثير من العواصف في الإقليم وكانت هناك تحديات تجاوزناها ولله الحمد بهذا التكاتف، بهذا التماسك، بهذا الولاء، بهذه الوحدة الوطنية التي تحدثت عنها مباشرة مع الحاكم. جدا ليست هناك بالمناسبة حتى اليوم الشورى عبر احنا لسنا، يعني الشورى ليست وليدة اليوم في قطر وليست وليدة ثلاثة أو أربعة أو خمس سنوات، أكثر من 50 عاما. وتجربة قطر بالمناسبة تقدم كنموذج من أوائل المجالس التي أنشأت الشوروية أو الشورى في الإقليم وفي المنطقة من 1972 كان مجلس الشورى. هذه الصورة وهذا التلاحم وهذا التشاور الموجود وهذه الآليات المفتوحة في التشاور بين أهل قطر باستمرار، ليس هناك وقت معين وليس هناك أداة، تختلف الصور، تتعدد الأشكال لهذه الشورى، التواصل مستمر باستمرار وعلى الدوام بين أهل قطر وبين الحاكم. هذه صورة نموذجية حقيقة في خلق روح جديدة بين أهل قطر جميعا. نعم أستاذ جابر، في ختام خطاب سموه أكد على إرث الأسلاف والقيم التي تمسكوا بها، كيف ترجمها سمو الأمير كمصدر للقوة في الحاضر؟ هي مصدر إلهام لنا جميعا. نعم، ما قام به الأسلاف، الآباء، الأجداد، هذا البناء التراكمي في مسيرة هذا الوطن وما ننعم فيه نحن اليوم من رفاهية ومن عز ومن تقدم، لا يمكن أن ننسى تلك الجهود وتلك الأدوار وتلك المواقف وتلك التضحيات التي أتت ربما في ظروف صعبة جدا. نعم. يعني احنا نتكلم نحن اليوم في 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 هذه الرفاهية عن أولئك الذين بذلوا جهودا مضنية حتى نصل ونحن نتنعم بما نحن عليه اليوم، تركوا بصمات واضحة. اليوم السؤال الذي يجب علينا نحن، أنا وأنت وهو وهي، ما هي البصمة التي يمكن أن نتركها لأبنائنا والأجيال القادمة؟ ما هو الدور الذي يمكن الإيجابي أن نلعبه في سبيل تنمية وبناء هذا المجتمع؟ كيف يمكن لنا اليوم كأفراد، لا ينبغي أن نعول دائما أنه يجب على الدولة أن تقدم، يجب على المؤسسات أن تقدم، لا، اليوم جميعنا نحن نتحمل المسؤولية، علينا واجبات كما نحن نتحدث عن حقوق، هناك واجبات علينا، كيف يمكن لنا أن نقوم بتأدية هذه الواجبات؟ كل في مكانه، الموظف، التاجر، المعلم، الطبيب، الجندي، كل هؤلاء كلنا جميعا اليوم في مركب واحد، مركب دولة قطر. نعم. هذا الوطن كيف يمكن لنا أن نساهم بأن يصل باستمرار بكل هذه الإمكانات إلى بر الأمان؟ نعم. كيف يمكن لنا، وقطر تستحق الأفضل دائما، أن نساهم بإيجابية وأن يكون لدينا أدوار وأن تتحدث أبناءنا بالغد أن والله آباءنا تركوا لنا بصمات إيجابية. لذلك يجب علينا عندما تحدث سمو الأمير واستذكر تلك الأدوار لأولئك الأسلاف، اليوم أن نتحدث نحن ما هو الدور الذي يمكن أن نقدمه لمجتمعنا، لدولتنا، لقيادتنا، لآبائنا، بأن تكون المسيرة متصلة ومتواصلة، نكمل تلك الإنجازات ونكمل تلك المكتسبات حتى نوصلها إلى أبنائنا وإلى أحفادنا. نعم أستاذ جابر، وكذلك نحن أيضا نشكر لك دورك لتوضيح
ما شهدناه اليوم من خطاب سمو الأمير. شكرا جزيلا للأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق على تواجدك معنا، الله يهينك بيض وجهك. شكرا لك. شكرا لك أستاذ جابر. مشاهدينا الكرام، فاصل ونتابع فقرات برنامجنا، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقة الليلة. في الفقرة التالية نسلط الضوء على مبادرة استثنائية من دار الوثائق القطرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، بغية تمكين العقول الطموحة من اقتحام مجالات جديدة تفيض بالمعرفة والإبداع، وذلك من خلال فرص للابتعاث من أجل الربط بين التراث العريق والتكنولوجيا الحديثة. يا سلطان. نعم يا جاسر، واليوم سوف نتعمق بهذه المبادرة ونكتشف مع السيد عبد الرحمن السلامة من دار الوثائق القطرية المعايير التي ستحدد مصير الطامحين، ونتأمل في الأثر الذي قد تحدثه هذه التخصصات في صياغة مستقبل وطننا. يا هلا ومرحبا فيك. وفي البداية لو نتكلم، ما هي الدوافع الرئيسية لدار الوثائق القطرية؟ طبعا دوافع دار الوثائق القطرية في طرح مثل هذه التخصصات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية. طبعا بداية دار الوثائق القطرية تعمل على عدد من المبادرات والبرامج التي تخدم توجه الدار وتطلعات الدار وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية 2030. ضمنيا في الاستفادة من رأس المال البشري، ويأتي هذا البرنامج للاستفادة بشكل فعال في رأس المال البشري عن طريق تطوير الكوادر الوطنية في دولة قطر، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على مثل هذه التخصصات وتلبية حاجة سوق العمل عن طريق الابتعاث وطرح مثل هذه البرامج. نعم. احنا نتحدث على الابتعاث لهذه التخصصات، ودنا نتعرف على هذه التخصصات اللي راح يشتمل عليها هذا الابتعاث بالنسبة لدار الوثائق كذلك. طبعا التخصصات التي تم طرحها من قبل دار الوثائق القطرية هي ثلاث تخصصات: إدارة الوثائق، كذلك التوثيق الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتساهم هذه التخصصات في تطوير المجال الحكومي، ولا يقتصر على الحكومي فقط، وإنما على مجالات الدولة وجهات الدولة بشكل عموم، حيث أن الدار تعمل مع ما يقارب أكثر من 80 جهة في الدولة في هذا الشأن. تلك التخصصات طبعا إدارة الوثائق طبعا توفر أفضل الممارسات التي تساعد في تطوير أنظمة العمل وتوثيق المحفوظات والوثائق، والتي يمكن تطبيقها مع الجهات التي تعمل معها دار الوثائق القطرية. التوثيق الرقمي طبعا يعتبر من الاختصاصات المهمة في دار الوثائق القطرية، والتي تستدعي الكوادر القطرية والوطنية للعمل في هذا المجال وفتح المجال وتوعيتهم بأهمية هذه الاختصاصات. كذلك الذكاء الاصطناعي، وهو يعتبر من الاختصاصات الرائدة في وقتنا الحالي من ناحية التكنولوجيا، واستخدام أفضل الممارسات أو استخدام الاستفادة القصوى من هذا الاختصاص في تلبية حاجة تلبية الوثائق أو توفير الوثائق بشكل يتاح للباحثين عن عمل، وكذلك الطلاب ورواد هذا المجال وصناع القرار كذلك. نعم أخوي عبد الرحمن، يعني خلينا نتحدث على، لو توضح لنا مثلا المعايير التي يتم أو المعايير التي على أساسها سيتم اختيار المتقدمين لهذه البعثات أو للتخصصات. طبعا هذه التخصصات أكيد مبنية على احتياج مثلا لهذه الجوانب مثل ما ذكرت، الذكاء الاصطناعي، وكذلك بالنسبة للتوثيق الرقمي. حدثنا عن المعايير هذه التي. طبعا المعايير هي استيفاء اشتراطات الابتعاث، وهي الاشتراطات المعروفة والمدرجة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي سيتم عقدها في دار الوثائق القطرية من قبل المختصين للمتقدمين، والتي تقيم مهارات هذا المتقدم من حماس ومن رغبته في هذا الاختصاص. نعم. وهذا طبعا حرص الدار على توعية المتقدمين بهذا الاختصاصات وبهذه المجالات، بحكم أنها المجالات المهمة والاختصاصات النادرة التي تتطلب
وجودها طبعا في دار الوثائق القطرية ومدى حاجة العمل. من المهم جدا ان يتوعي المتقدم الى مدى حاجة العمل واهمية هذه الاختصاصات. زين عبد الرحمن، لو نتكلم يعني اهمية الذكاء الاصطناعي في ادارة الوثائق والمحافظة على التراث الثقافي. طبعا الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرت اخواني هو يعتبر من الاختصاصات الرائده في الوقت الحالي، ويستخدم ويطبق بشكل يسهل العمليه ويسرعها ويجعلها امنه. طبعا الذكاء الاصطناعي يحسن الكفاءه الاداريه. صحيح. يحسن الكفاءه الاداريه وذلك عن طريق تنظيم الوثائق بحكم اختصاص دار الوثائق القطريه، تنظيمها بشكل يتيحها بشكل امن وسهل وسريع من باب الفهرسة وفهرسة الوثائق وتحليل معلومات ضخمة جدا من الوثائق التي تحتوي الوثائق. نعم. بوقت سريع وقصير. نعم. وهذا الشيء طبعا أتوقع حتى على للي يبحثون مثلا على بعض الوثائق قد يكون بمثابة محرك بحث. صحيح. تحليل الوصول لاحتياجاتهم. نعم. صحيح. فتعمل هنا الذكاء الاصطناعي يؤدي المهمة بشكل فعال. نعم. ويواكب التطور اللي تمر فيه الدولة والعالم بشكل عام. طبعا صحيح. من ضمن الأمور لتوفير الوثائق وإدارة الوثائق باستخدام هذه الاختصاصات بمعايير عالمية، وهي ما تعمل عليه دار الوثائق مع المنظمات الدولية ومنها الكونغرس العالمي للأرشيف. نعم. في هذه المجالات. نعم. زين عبد الرحمن، إذا بتسمح لي أخوي جاسر، يعني هل هناك خطط مستقبلية زيادة التخصصات ضمن برنامج الابتعاث الحكومي؟ طبعا ما تم طرحه الآن من اختصاصات اللي هي الثلاث تخصصات اللي ذكرناها. نعم. هي حاجة الدار في الوقت الحالي لهذه التخصصات. نعم. مستقبلا عند الحاجة إلى تخصصات أخرى. نعم. ومختلفة، سيتم النظر في سوق العمل عن توافر كوادر حاصلة على تلك الاختصاصات، وفي حال عدم توافرها يتم طرحتها للدراسة والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن. نعم. إحنا لما نتحدث على مثل هذه التخصصات لابد بوجود خلنا نقول ضمانة للمتقدمين بالنسبة لسوق العمل إذا كان هنالك احتياج مثلا لهذه التخصصات في جوانب أخرى يعني في صحيح. السوق. طبعا يتم عبر الدراسات الدورية، عقد الدراسات الدورية في دراسة مدى الحاجة لهذه التخصصات والمهارات المطلوبة من هذه الاختصاصات، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية، وهذه نقطة مهمة جدا، تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بما يلبي حاجة السوق، سوق العمل. كذلك يتم استطلاع لرصد آراء أصحاب العمل عن هذه المهارات المطلوبة في سوق العمل، وهو ما يعمل عندنا التوازن في سوق العمل ما بين هذه الاختصاصات وما بين حاجة السوق. صح. القطري. نعم. زين عبد الرحمن، نتكلم شوي الخطوات اللي يجب على المتقدمين اتخاذ لتقديم طلباتهم بشكل صحيح. الكل يبي يقدم. صحيح. بس ما هو مو بعارف اذا قدمه بشكل صحيح او لا. صحيح. هل انتم تساعدونه ويعني هناك فتره محدده؟ صحيح. طبعا تم الاعلان عن طريقه التقديم عبر وسائل التواصل الاجتماعي منها منصه الانستغرام ومنصه اكس، وذكر الاشتراطات. فمثل ما ذكرنا سابقا يجب ان يستوفي الاشتراطات المطلوبه وهي المدرجه في وزاره التربيه والتعليم، في موقع وزارة التربية والتعليم، منها طبعا أن ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 21 سنة، والحصول على الآيلتس بدرجة معينة، والحصول على نسبة في الثانوية بدرجة معينة، وكلها مذكورة في المنصات مثل ما ذكرنا. نعم. ويتم التقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عبر إرسالها للبريد الإلكتروني الواضح في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الوثائق القطرية. نعم. ومن ثم يقف الأمر على المقابلة الشخصية التي تقيم مهارات المتقدم. نعم. شكرا جزيلا للسيد عبد الرحمن سلامة من دار الوثائق القطرية. طبعا معلومة أخيرة فقط للمتابعين أو من للراغبين في التقديم، أين كيف يمكن لهم التواصل معكم في حال إذا كان هنالك أي استفسار؟ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي فعالة في هذا المجال، ويتم التعامل والتواصل بشكل دائم، ويتم الرد عليهم باستفساراتهم بشكل واضح وما يلبي حاجتهم يعني من السؤال. بالإضافة إلى أنصح عن أخواني الطلاب والمتقدمين. نعم. في أنه يبحث، أنا هذه النقطة دائما أشوفها مهمة جدا، ابحث في الأمر اللي تحتاجه وحاول تستوعب الفكرة وتستوعب الحاجة اللي أنت بيها كرغبة قبل أن تقدم. بالضبط. فحال تقدمك إلى فرصة عمل أو فرصة ابتعاث. نعم. تكون مستوعب للاختصاص اللي أنت بغيه وتعرف وين موقعك بعد التخرج من هذا الاختصاص ومدى حاجة الجهات الحكومية أو جهات العمل لمثل هذه الكوادر. نعم. 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 إذن مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود من بعد لمتابعة حلقة الليلة.
رجعناكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. انطلقت منافسات كرة القدم بالنسخة 18 بالبرنامج الأولمبي المدرسي بمباريات الجولة الأولى تحت قبة إسباير، حيث جرت منافسات المستوى الثاني من المرحلة الابتدائية لمواليد 2013-2014 يا سلطان. نعم يا جاسر، وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد جهام جاسم الكواري، عضو اللجنة المنظمة للبرنامج الأولمبي المدرسي. يا هلا ومرحبا فيك. مرحبا. بما أننا في الكورة، كل التوفيق لمنتخبنا اللي يلعب الحين. أمين. وبما أننا متقدم 1-0، كل التوفيق حق شباب الأدعم إن شاء الله. نعم. بإذن الله. طبعا قبل ما نبدا، اخوك سعود المحمودي مسي عليك بالخير يا ابو جاسم. الله يمكن. طبعا في البدايه ودنا نتحدث عن البرنامج الاولمبي المدرسي وما الهدف منه. اول شيء بسم الله، شكرا لاستضافتكم هنا في قناه الريان. برنامج الاولمبي المدرسي انطلق في 2007 بعد استضافه قطر للاسياد. طبعا 2006 تعرف اسياد قطر 2006. ف هدف البرنامج كان أن يستكشف البرنامج مواهب من الشباب القطريين. فمن 2007 لين يومك ما شاء الله البرنامج كبار، وفي رياضات كثيره الحين حاليا تقريبا عندنا 21 رياضه. بدينا في 2007 مع 6 رياضات فقط، وكل سنه نضيف رياضات، وان شاء الله بنشوف انتاج واستخراج ابطال ان شاء الله نشوفهم في منتخب الكره ومنتخبات الرياضات المختلفه. نعم. يعني لو نتكلم عن ايضا يعني ما هو جدول الانشطه والرياضات التي يعني الذي يشمل هذا البرنامج. اول شيء البرنامج الاولمبي يشمل كل الرياضات الاولمبيه. نعم. في كثير من الرياضات الاولمبيه مثل ما شفنا في اولمبياد باريس، في رياضات احنا ما ندري عنها. فعندك الالعاب الرياضات الفرديه والجماعيه ايضا. والجماعيه اللي هي تشمل الفرديه لعبه الجولف، لعبه التنس، المبارزه والسباحه، ولعبه واللعبات الثانيه نفس كره القدم، كره اليد اللي فيها فريق. صحيح. فتبدا بدينا احنا هالبرنامج هالسنه مع نفس ما ذكرت كره القدم. وان شاء الله مع البطولات اللي بنبداها بنخلصها ان شاء الله في نهايه موسم الدراسي. نعم. في نهائيات نستضيفها في قبعه سباير زون. وكل الرياضات، كل اللي متاهلين في الرياضات المختلفه تشارك، وفي تتويج للاوائل. نعم. نعم. طبعا ايضا بالنسبه لهذه النسخه، ليست بالنسخه الاولى بالاكيد. نعم. ولكن ودنا نتعرف على الجديد في هذه النسخه، وخلنا نقارنها بنسخه العام السابق. هالسنه ضفنا لعبه الكركت. هاي اللعبه طبعا مش ما فيها وعي. صحيح. بين مجتمعنا لعبه جديده عندنا. لعبه جديده عندنا بالضبط. فهاي طلب جاء من الاتحاد القطري لكره اليد وللكركت. نعم. فضفنا هاللعبه، وان شاء الله بعد هالسنه ضفنا لعبه الجولف اللي هي رياضتي يعني انا العبها. ما شاء الله ما شاء الله. ايضا شفنا الركبي، ايضا نشوف يعني هناك الكثير من الدعم للرياضات اللي توها خلينا نقول وليده عندنا في قطر، الا ان لها يعني باع كبير في قطر، وان دعمكم انتم للمدارس ولهذا المهرجان لانجاز يعني قد يعزز وجود هذه المواهب. نعم. القطريه يعني هناك الكثير والكثير من المواهب، شلون احنا نكتشف لما يكون في يعني في هناك برنامج نفس البرنامج اللي انت عضو فيه. لو نتكلم يعني عن ارقام المشاركين في هذا البرنامج. فالعام الله يسلمك انا تفاجأت بالعدد، العدد كان اكثر من 20,000 متشارك من الطلاب. انا انضميت الى البرنامج السنه اللي طافت، وما كنت متوقع ان البرنامج بيكون بهالحجم يعني بهذه القوه. اي ما شاء الله. والتنظيم من ناحيه الشركاء، المساهمه عن طريق اللجنه الاولمبيه، والتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. ففي ارقام ان شاء الله بنشوف يمكن نكسرها ان شاء الله بهالسنه. وطبعا الرياضات، اول ما طلقوا الرياضه في 2000 البرنامج في 2007 كانوا مركزين على فقط 6 رياضات. واليوم احنا نشوف اكثر من 21 رياضه. ما شاء الله تبارك. نعم. يعني انا بغيت اسالك سؤال مركب يا ابو جاسم. يعني في البدايه ودنا نتعرف على مثلا
بهذا العدد الكبير من المشاركين لابد من وجود خلينا نقول بعض المواهب المدفونة. يعني أنتوا أكيد أيضا لكم دور في صفل هذه المواهب، خلينا نتحدث على هذا الدور، شلون تحصلون المواهب، وكذلك إن كان هنالك مواهب جديرة بالذكر هل يتم مثلا التنسيق أو التواصل مع الأندية المنتخبات للاستفادة من هذه المواهب؟ طبعا، فعندنا آليتين، عندنا المنافسات اللي تبدأ مع موسم الدراسي من تقريبا شهر 10 نفس كرة القدم وتنتهي مع نهاية موسم الدراسي، هاي المنافسات. بعدين عندك زيارات ميدانية على المدارس، يصير عند تنسيق بين الاتحادات وبين تنسيق زيارة من قبل الأندية يعني. والأندية والاتحاد، وفي بعض مثلا لعبة الجولف. لعبة الجولف في مجتمعنا الناس ما يعرفون عن لعبة الجولف ولا يعرفون شلون بيلعبون لعبة أو الجولف أو قانونها أو كيف ولا أي شيء. من ضمن البرنامج أن المدرب ولا الاتحاد القطري للجولف يزور المدرسة ونعرف الطلاب عن هذه الرياضة عن هذه الرياضة ويكون في معايير معينة من المدرب مثلا ويختار لعيبة ويجون يمارسون الرياضة وإن شاء الله نشوفهم يعني يلتحقون مع يا أندية أو المنتخبات ونشوفهم أبطال إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. لاحظنا البرنامج الآن في النسخة 18 وخرجتوا الكثير وكذا، إحنا شفنا يعني الحين آخر يعني الأبطال اللي شفناهم يعني شوف اللي يلعبون في كأس آسيا منهم الكثير منهم من الاكتشافات ومن خريجين أكاديمية سباير من يعني يندرجون تحت هذا البرنامج، برنامج المواهب والاكتشاف والبرامج المدرسية اللي أنت تروح للمدرسة وتشوفهم ويعني تستفيد منهم. يعني أبطالنا يعني في زمننا كان وليد جاسم يلعب معاي ذيك الفترة كان موهبة يعني فارقة ويبين في المدرسة أنه غير عنا في لعب الكورة يعني، وكان معانا بعد كم من شخص لأن هذا كان فارق. الآن يتم استقطابهم إلى سباير، يتم تدريبهم، يتم تعريفهم باللعب وصقل موهبته للفائدة العامة وهو المنتخب. يعني خلنا نتكلم التطورات هذه في 18 سنة وين كنت تشوفها أخوي جهام؟ فنفس ما قلت قبل بدينا بست رياضات فقط، بس الرياضات كثيرة وإن شاء الله راح نزيد رياضات أكثر فلعبة الكركت مثلا ولا لعبة الجولف إذا حصلنا لاعب ولا لاعبين عندهم شغف عندهم موهبة ممكن نشوفهم أبطال. فعلى سبيل المثال أنا كنت تعرفت على لعبة الجولف في برنامج، مش برنامج الأولمبي المدرسي بس برنامج مع المدرسة عرفوني على لعبة الجولف. احنا انا في وقتها كنت العب كوره يعني كلنا نلعب كوره ولا نلعب العاب ثانيه مش لعبه الجولف. فتعرفت على لعبه الجولف والمدرب كان جاي من عن طريق الاتحاد القطري للجولف وشاف انه فعلا عندي موهبه. من بعدها التحقت للمنتخب وانجز وخذيت انجازات والحمد لله الحمد لله رب العالمين. وهي هدف البرنامج. احنا تفضل سلطان عندك السيد جهام جاسم الكواري عضو اللجنة المنظمة للبرنامج الأولمبي المدرسي، شكرا لك استمتعنا معك كل التوفيق لكم وإن شاء الله ونشوفكم تخدمون يعني في توظيف هذه الأجيال وهذه المواهب لمنتخباتنا الوطنية. شكرا لك. ما قصرت بيض الله وجهك. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لليلة، نراكم بإذن الله في حلقة الغد ونقول لكم في أمان الله. We'll be right back.